كورج الجبان، القصة الحقيقية المخبأة وراء كرتون الطفولة. قاطع هذا البرنامج لنعرض لكم كوريج الجبان، تمثيل كوريج الكلب الجبان. بعد أن هجر وهو جرو، وجدته ميريال التي تعيش في وسط بلدة نوير مع زوجها يوستاس باك. أو لكن أمورا مريبة تحدث في بلدة نوير، لذا على كوريج أن ينقذ منزله الجديد. المسلسل الكرتوني التي تدور قصته حول كلب جبان يسعى بايس لكلائل التاعو المتكونة من يوستاس وميريال من الأشرار، واللي بدأت أول حلقاتها تبث سنة 1996 لينتهي بها المطاف بعد 4 مواسم سنة 2002، كما أنه سيحصل على فيلم لأول مرة أكتوبر العام القادم من عمل وارنر بروس، وحتى أنه راح تلقى مجموعة ألعاب كرتونية أونلاين، وحتى موجود على منصة البياسكات على ذا دخل في قائمة لما تقدم القناة. أوف طولنا في المقدمة. دونك السلام عليكم الكيب، زيوس إز هير، والكرتون اللي رانا نتكلم عليه مقتبسة من أحداث حقيقية وتأخذنا تحديدا إلى المكسيك، مين كانت عائلة متكونة من زوج يوستاس لإسمه الحقيقي ويليام، والزوجة ميريال لإسمها مارغريت، وحيوانهم الآليف اللي هو قط وليس كلب، لأن الزوجين لم يكن يحظيان بكلب من قبل. مصدر القصة وصحتها من قضية مغلقة في قسم شرطة الباسو في المكسيك، يعني كل التفاصيل احتبرت دلائل في التحقيق من قبل. المهم نكملوا. العائلة كانت تسكن في بيت مع مزرعة وسط اللامكان في مدينة الألباسو في المكسيك، وشكل البيت حقيقي المتواجد في الكرتون مع مروحة طاحونة بالجانب. ميريال أو مارغريت وصفت بأنها كانت لطيفة وحنونة مع الناس، وكما نقول حنايا نية ملاكس تماما، كانت تكره الضيوف الغرباء أو العابرين اللي قصدوا على جل الماء أو للسؤال فقط. وويليام نسخة طبق الأصل على الكرتون، شخص عصبي غير مرحب، يكره الحيوانات الأليفة ومتنمر بطبيعته. حسب القصة والسيناريوهات المنتشرة في السوشيال ميديا حول إشاعة اختطافهم وقتلهم في ظروف غامضة كلها كذب ولا أساس له من الصحة، وتبقى قصص أسطورية تنتسب لبعض البيوت المهجورة. الحقيقة أن الزوجين صح هجروا المنزل، ولكن مع رسالة توصية لأصدقائهم بتعليمات يوزعوا كامل أملاكهم في المكسيك لعائلتهم، وسافروا إلى فلوريدا وين ويليام امتلك شركة للتصوير واستثمر في عدة أسهم هناك. ذكرك تتسأل وتقول كيف خرجت إشاعة جريمة وكيف حتى تفتحت قضية. ركز معي، من بين الأملاك اللي تركهم في المكسيك كان عنده قارب، داخل ذاك القارب كان ملطخ بالدم، ولقاه فروة رأس مرمية قبل ليلتين من اختفائهم أو بالأصح هجرتهم إلى فلوريدا. وزيد مارغريت كانت تملك مجموعة ملابس باهظة الثمن، والبعض منها كان ملطخ بالدماء أيضا، هذا اللي خلى احتمالية وجود قتل مزدوج كبيرة. ولكن من بعد أكدوا أن بعض الأصدقاء أن العائلة خارج البلاد والقضية أغلقت. الكرتون عرض أنه أجسام غريبة تهاجم العائلة، وذا نوع ما حقيقي لأنه رد عن ويليام أنه اشتكى للمقربين أنه شيء غريب يحدث في الليل من أصوات، وحتى تحول حالة المنزل إلى فوضوية مع النهار. وأضافت الشرطة ذاك الوقت أن المنزل آنذاك كان خالي من الحياة، ومن الغريب كيفاش قدروا يعيشوا فيه. ويبقى تضخيم القصص والتزييفة هو اللي يصنع الأساطير والخوف. وهذه كامل التفاصيل بخصوص قصة اليوم، نتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، ما تبغروناش بلايك وسبسكرايب وكومنت، خلونا تعليقكم، نتلاقوا في فيديو جديد. زيوس ويل جو، سلام.